يا رب تجاهدك في خلصنا عليه من أصنع مشيتك، لأنك أنت وإلهي عندك نبوغ الحياة ونورك يا رب نعي النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك برك المستقيم القلوب. لك تاج البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد أمين. جيد أطراف للرب وترتيل اسمك يا علي أن يخبر برحمتك في الغاية وحقك كل ليلة. اللهم اسمعنا وارحمنا لنا خطايانا كثيرة أمين. كر يا لايسون كر يا لايسون يا رب ارحم. كر يا لايسون كر يا لايسون اسمعنا وارحمنا. كر يا لايسون كر يا لايسون ارحمنا يا الله. كر يا لايسون كر يا لايسون يا رب ارحم. كر يا لايسون كر يا لايسون اسمعنا وارحمنا. كر يا لايسون كر يا لايسون ارحمنا يا الله. كر يا لايسون 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 قدوس 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 رب السبوت السماء والأرض المتامة وكرمتك ارحمنا يا الله الأب ضب يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لأنه ليس المعيش لقتنا سوى حل وخروص سبحان الله عن سيادنا لا تصنعنا براتنا لا تصنعنا غير لا تفعل لها معرفة ولا تفعل لها بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفر عنك الاسم القدوس اللي يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا بالاسم القدوس كصغر محب بشر أنعم علينا اللهم بالله يسلم وهازن ومطهر من كل خلق وارسل لها مراكز ونصنع من كل شر من كل ضرب وكل تجربة العدو بالنعم والرأفة ومحبة البشر لوائد لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله يليق بك مع المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل من دار الدور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ورحمة طال الذي يوالهم أنا الذي لا يشيء موت خاطئ مستمر جواح أدعي كل الخلاص ضاق بعض الخرات منتظر يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة تربطنا سهل حياتنا شنع وصياب قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيات اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وقلب أحتنا أولاد القدسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين نصل الاتحاد الإيمان معرفة مجد غير محسوس وغير محدود فنكون مبارك إلى الأبد أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الصالح نشكرك يا رب لأنك يا رب أتيت إلينا في الجسد اجتزت يا ربي بكل أمورنا يا ربي الجسدية والنفسية والروحية لكي يا ربي ما تتمم عنا كل بر ولكي يا ربي تغلب عنا ومن أجلنا تغلب الشيطان تغلب الخطية تغلب الموت وتهبنا يا ربي النصرة وتهبنا الحياة وتهبنا يا ربي الملكوت الأبدي. نشكرك يا رب عمرنا كله لا يكفي يا ربي لشكرك وتسبيحك لأن يا ربي عملك يا ربي يبقى إلى الأبد محبتك ونعمتك يا ربي تبقى معنا يا ربي إلى حياة أبدية. ادينا يا ربي احنا كل مرة نحتفل يا ربي بعمل من أعمالك يا رب من أجلنا إن احنا يا ربي نقف بكل اتضاع قدامك ونعلن يا ربي عن ضعفنا وخطايانا ونطلب يا ربي تجديد وتكريس للقلب
وتكريس للفكر وتكريس للحياة كلها ليك. العالم يا ربي بيشدنا لتحت، ولكن يا ربي أنت تريد لينا يا ربي إن إحنا نرس الملك المعد لنا من قبل إنشاء العالم. نحن نبحث يا ربي كثيرا ما نبحث عن أمور أرضية وميراث أرضي وقنية أرضية، ولكن يا ربي ما أعددت لنا يا ربي هو ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب البشر. أدينا يا ربي إن إحنا نسلك بالروح ونكمل شهوة الجسد، علشان نعرف يا ربي نشوفك ونشوف يا ربي دعوتك لينا ونشوف المجد المعد لينا يا رب، فنحتقر يا ربي أمور الدنيا وتظهر في عينينا وتتحط في مكانها وتصير مجرد أشياء نستخدمها ولا تستخدمنا، نستعبدها ونستعملها ولا تستعملنا وتستعبدنا. يا رب يسوع افتح عن عينينا فنرى، افتح يا ربي بصيرتنا عشان نرى يا ربي محبتك لينا قد ايه. كثير يا ربي احنا نتعامل مع اولادنا نبقى نفسنا ان هم يشوفوا اعمقنا من نحوهم وقدر حبنا ليهم، علشان يثقوا فينا، علشان ينفذوا يا ربي النصيحة اللي بنقولها لهم بكل حب. كان بالاكثر يا ربي انت، لاننا نخطئ في احكامنا وتقديراتنا، ولكن يا ربي انت لا تخطئ، انت كامل يا ربي في افكارك، انت كامل يا ربي في محبتك، انت كامل في وصاياك. ادينا ان احنا نسلك فعلا كاولاد حقيقيين يثقوا في ابوهم السماوي ويتبعوه حتى وان لم يفهموا، حتى وان لم يدركوا يا ربي سبب كل موقف بنعدي بيه وسبب كل امر بنجتازه، لكن نثق يا ربي ان كل الاشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. نطلب اليك يا ربي تقدس حياتنا، تدينا يا ربي فرح بيك، تبارك يا ربي ولادك، تبارك يا ربي في هذه الكنيسة في كل خدمة فيها وكل شعبها وكل ولادها، تقدس يا ربي الأطفال، تعطي يا ربي قوة يا ربي ونعمة ومعونة للأباء والأمهات إنهم يربوا أولادهم إزاي، وتعطي يا ربي محبة يا ربي بيننا بعضنا البعض. وليس يا ربي نطلب لأجل هذه الكنيسة فقط، ولكن كل كنيسة، وليس يا ربي كل المؤمنين بيك بل حتى غير المؤمنين، نطلب يا ربي انك تنور بصيرتهم، تعرفهم يا ربي محبتك، لانك مشرق شمسك على الابرار والاشرار، على الصالحين والطالحين، على جميع الناس، لانك يا ربي تريد خلاص الجميع، انت تريد ان الجميع يخلصون لمعرفه الحق يقبلون. ادينا ان احنا نخدمك يا ربي خدمه مرضيه، بارك يا رب علينا بكل بركه روحيه، ببركة أمنا العذراء وبركة مريم ورؤوس مريم، وبركة هذا العيد، عيد الختان اللي احتفلنا به النهاردة، وبركة هذه الفترة اللي يا ربي مليانة بالأعياد المباركة، عيد الميلاد وعيد الغطاس، ببركة كل مصاف للدسين، وبركة هذه الأيام اقبلنا يا ربي إليك عندما ندعو بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا لي، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
عندنا نبذات تراتيل، عشان الكمبيوتر مش عارف ماله النهارده، مش عارف. في نبذات بتاعت التراتيل هنا. ممكن نقول ترتيل صممت أذناي صفحة 47، صممت أذناي صفحة 47. مش صفحة، هي ترنيمة رقم 47. ترنيمة رقم 47، مفيش 47. ترنيمة رقم 47. مش هتستحملوني بقى، مش زي ابونا يوحنا يعني ولا جرمين. صممت أذناي لم أسمع صوتك لي يناديني، صممت أذناي لم أسمع صوتك لي يناديني، لكن بعيدا أطلقت لسماع الشر يغويني، لكن بعيدا أطلقت لسماع الشر يغويني. بين يديك يا ربي حياتي، أنت تراها بعين الحنان. بين يديك يا ربي حياتي، أنت تراها بعين الحنان. لا تنظر لي كخطاياي، بل بالرحمة طول الزمان. لا تنظر لي كخطاياي، بل بالرحمة طول الزمان. أغمضت عيناي أرى يدك مفتوحة تدعيني، أغمضت عيناي لم أرى يدك مفتوحة تدعيني، لكن بعيدا أطلقتها لنظر الشر يغويني، لكن بعيدا أطلقتها لنظر الشر يغويني. بين يديك يا ربي حياتي،
أنت تراها بعين الحنان بين يديك يا ربي حياتي. أنت ترى بعين الحنان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان. لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان. أمسكت شفتاي لم أنطق أدعوك حتى تأتيني. أمسكت شفتاي لم أنطق أدعوك حتى تأتيني. لكن بعيدا أطلقت لقول الشر لكن بعيدا أطلقت لقول الشر يغويني. بين يديك يا ربي حياتي. أنت ترى بعين الحنان بين يديك يا ربي حياتي. أنت ترى بعين الحنان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان. لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان. أبعدت يداي لم أمسك يمينك حتى تهديني. أبعدت يداي لم أمسك يمينك حتى تهديني. لكن بعيدا أطلقتها لفعل الشر يغويني. لكن بعيدا أطلقتها لفعل الشر يغويني. بين يديك يا ربي حياتي. أنت ترى بعين الحنان بين يديك يا ربي حياتي. أنت تراها بعين الحنان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان. لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان. حواسي وكل أفكاري وكل ما تعطيني. حواسي وكل أفكاري وكل ما تعطيني. بعيدا عنك أطلقت تركت الشر يغويني. بعيدا عنك أطلقت وتركت الشر يغويني. بين يديك
حياتي أنت تراها بعين الحنان بين يديك يا ربي حياتي أنت تراها بعين الحنان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان. نقول ايه؟ اختاروا حاجة معينة؟